واليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث في قضايا الأسرة في أول نزاع يحدث لأول وهلة في حالة وجود خلاف في الأسرة، وهو نفقة الزوجية. سنتحدث عنها من خلال التجارب العملية في المحاكم ومن خلال المحك العملي في القضايا، وذلك يختلف بالطبع عن الدراسة الشفوية، لأن المحك العملي هو الخبرة والملكة القانونية زي ما قلنا قبل كده في حلقتنا السابقة. طيب، كيف يبدأ النزاع بين الزوجين؟ بيبدأ النزاع بين الزوجين ولأول وهلة، بمجرد حدوث نقاش أو خلاف داخل الأسرة بين الزوجين، بيحصل حاجة من الاتنين: يا إما الزوجة بتترك منزل الزوجية وتسيب منزل الزوجية وتروح عند أهلها، يا إما الزوج بيطردها، يا إما بصفة ودية بيطردها أو يوديها عند أهلها، يعني برضو خرجت من منزل الزوجية، أو بيبقى بناء على أحداث من تعدي على الزوجة وضربها وطردها من منزل الزوجية. وفي كلتا الحالتين، سواء خرجت بمزاجها أو خرجت مطرودة، يبقى خرجت من منزل الزوجية، وهنا بدأنا المشكلة. لأن خروج الزوجة من منزل الزوجية هنا له إحداثيات هامة في ترتيب دعوى النفقة. إيه هي؟ بيبدأ إثبات تاريخ تركها أو خروجها من منزل الزوجية، سواء تركت بمزاجها أو خرجت مطرودة، بيبدأ حساب تاريخ استحقاق نفقة الزوجية. وبالتالي فإذا كان هناك مجال، لابد من تحرير محضر إثبات حالة بالظرف اللي خرجت فيه الزوجة، سواء طردت منزل الزوجية أو خرجت بمزاجها، تثبت في محضر إثبات حالة الواقع، عشان هي بمجرد رفع الدعوة، الدعوة مش هتتحسب لها نفقة الزوجية إلا بالتاريخ الثابت رسمي. فلو في محضر إثبات حالة ما فيهوش تعدي، ده هيثبت بالتاريخ تاريخ خروجها لمنزل الزوجية، ويا حبذا لو في شهود من الجيران أو أي حد تذكرهم في المحضر عشان يثبتوا الواقعة. وإذا كانت خرجت بقى مضروبة ومطرودة، بطبيعة الحال هي بتروح تعمل محضر تعدي وضرب، وبتعمل تقرير طبي، وبتتعمل جنحة للزوج اللي ضربها، وبرضه من التاريخ ده بيتحسب تاريخ خروجها من منزل الزوجية. ليه؟ كل ده ليه يعني؟ لأن التاريخ ده إثباته لما تيجي ترفع قضية النفقة، زي ما احنا نقول بعد شوية قدام المحكمة، المحكمة بتدي النفقة من تاريخ الخروج من منزل الزوجية اللي ثابت رسمي. انما تروحش ترفع القضية وتقول ده انا خارجة من سنة، مفيش حاجة تثبت الكلام ده. لو في حاجة ثابتة رسمي تثبت اني خارجة من التاريخ الفلاني، يبقى التاريخ الثابت رسمي هو اللي المحكمة هتتحقق منه وتحكم به في النفقة منه. يا اما ما كانش في حاجة ثابتة رسمي، المحكمة بتحكم بالنفقة من تاريخ رفع الدعوة، على اعتبار ان تاريخ رفع الدعوة هو ده اليوم اللي خرجت فيه من منزل الزوجية او انطردت فيه من منزل الزوجية، على حسب الاحوال. يبقى ده اهمية اثبات التاريخ في الموضوع ده عشان احتساب النفقة. لما تخرج من منزل الزوجية او تنطرد منه وتروح تقعد عند اهلها بالست اشهر وتيجي ترفع قضية، وهو الست اشهر اللي فاتوا دول مش هيتحسبوا، مش هيتحسب الا من تاريخ رفع الدعوة. طيب، ايه المستندات اللي نحضرها عشان نرفع دعوة نفقة الزوجية بعد اللي احنا قلنا ده؟ اول حاجة وثيقة الزواج، لازم تكون وثيقة الزواج مع الزوجة، ولو ما كانتش معاها او الزوج مثلا بيحصل في بعض الاحيان بالواقع العملي يقوم متحفظ على كل اوراقها ويطردها ومنها البطاقة الاخرى، وياخد كل اوراقها وتضرب منزل زوجية وما معاش اي حاجة تثبت اي حاجة، اكيد هي فاكرة هي متجوزة امتى، واكيد فاكرة بطاقتها او معاها صورتها في اي مكان، بتطلع بدل فائد للبطاقة، وفي نفس الوقت بتروح تطلع صور رسمية من وثيقة الزواج من قلم الأسرة اللي متأيد فيه في دايرته عقد قرانها يوم ما اتجوزت. يبقى بتجيب وثيقة الزواج، دي حاجة. الحاجة التانية
لو في اثبات تاريخ زي ما قلت لوقعه الخروج او قضيه ضرب مضروبه ومطروده او اي شيء من هذا القبيل، تجيب صوره رسميه معاها تبقى مع قسيمه الزواج، وثيقه الزواج. تمام. تالت حاجه، يبقى لابد تجهز مع الورق ده صوره بطاقه الرقم القومي، لان في الوضع الحالي بقى دلوقتي في اي دعوه ترفع في المحاكم في مهما كان نوع الدعوه لابد من ارفاق صوره بطاقه الرقم القومي للمدعي، سواء مدني عمالي اداري اي حاجه اسره اي حاجه. طبعا هي بتبقى عامله توكيل للمحامي بتاعها، فالمحامي هو بيرفع بيقدم صوره من التوكيل. يبقى كده جهزت المستندات، يبتدي بقى نحضر، نشوف هنحضر الدعوه بتاعتنا ازاي. بيتم تحضير المستندات دي، وتحضير ايه بقى؟ بياخد صوره ضوئيه من المستندات اللي قلناها دي، اللي هي القسيمه وصوره البطاقه وصوره اثبات حاله الخروج من منزل الزوجيه وتاريخه وصوره التوكيل، يقدمهم في ملف اسمه ملف تسويه، ويطلع بيه لمكتب تسويه الاسره في محكمه موطن الزوجه. يعني ممكن الزوجه تبقى في محافظه والزوج في محافظه تانية، لا تروح في موطن الزوجه اللي هو في عند اهلها، المحكمه موطن الزوجه هي اللي بترفع فيها القضيه. تطلع لمكتب يطلع المحامي بتاعها لمكتب التسويه بملف اللي انا قلت عليه بتاع التسويه ده، ويتقدم بطلب تسويه لمكتب تسويه الاسره في دايرتها. الطلب ده بيتقدم بدون رسوم، بياخدوا منه الطلب ويأيدوا له يدوا له رقم جدول بتاع تسوية، ويحددوا معاد لجلسة تسوية في خلال أيام، 3-4 أيام، أسبوع أو 10 أيام، مش أكتر من كده. بيتحدد معاد للتسوية، وبدوره مكتب تسوية الأسرة بيخطر الزوج بالجلسة والرقم بتاع ملف التسوية. ليه؟ عشان يحضروا الطرفين، يقعدوا زي قاعدة عرفية كده في مكتب التسوية لمحاولة تسوية الوضع ما بينهم وإصلاح ذات البين لرأب الصدع ولم شأن الأسرة. طب نفرض ما حصلتش، الزوج ما جاش في أول مرة، بيدوله فرصة تانية أسبوع ولا حاجة ويعلنوه برضو عشان يجي، ما جاش، بيتقفل ملف التسوية ويصدر قرار من مكتب التسوية بعدم التسوية. عدم التسوية ده بيروح محاميكي يجيب شهادة من مكتب التسوية بأن تم إصدار قرار بعدم التسوية. ليه؟ لأن الشهادة دي مستند أساسي في رفع الدعوة، أهم من بطاقتك، أهم من بطاقة الزوجة، وأهم من أي حاجة الشهادة بتاع مكتب التسوية. ليه؟ لأن لا تقبل الدعوة من غيرها. جهز المستندات اللي احنا قلنا عليها، هيقوم راجع تاني بعد ما جاب شهادة التسوية في مكتب التسوية، يجهز أصول المستندات اللي قدم صورها في مكتب التسوية، اللي هي أصل قسيمة الجواز أو الصورة الرسمية منها المستخرج اللي هو جابه، ويقدم الأصل المستند اللي يثبت تاريخ الخروج منزل الزوجية صورة رسمية منه، وبيقدم أصل شهادة التسوية اللي خدها من مكتب التسوية، وصورة بطاقة الزوجة وصورة التوكيل، كل ده في ملف، ومعاهم إيه بقى؟ يكتب صحيفة الدعوة. صحيفة دول يتحطوا في حافظة مستندات، المستندات دي في حافظة مستندات، وبيكتب صحيفة الدعوة ويروح للبشكاتب أو رئيس الألم الشرعي في محكمة الأسرة، يقدر له الرسوم ويروح يدفعها في خزينة المحكمة، ويرجع لموظف الجدول بتاع الأسرة، مش المدني، موظف الجدول بتاع الأسرة بيأيد القضية برقم جدول ويحدد جلسة للنظرة في المحكمة، بترجع تاخد منه أصل الصحيفة والصور بعدد اللي هو بيطلبهم في الجدول، وتاخدهم منه وتختمهم من البشكاتب بختم شعار الجمهورية، وتروح لألم محضرين الأسرة في نفس المحكمة ونفس الدايرة، ألم محضرين الأسرة، وتسلمهم أصل الصحيفة والصور للإعلان، لإعلان المدعى عليه الزوج. بيقولوا لك تعالى خدهم بعد اسبوع او بعد 10 ايام ولا 15 يوم على بيع النوم، المهم قبل الجلسه روح تستلم اصل الصحيفه المعلنه من قلم المحضرين عشان هتقدمها للمحكمه في اول جلسه في الحضور. كده وصلنا ان احنا عملنا الصحيفه
وعملنا قدم وحبس المسات وكل حاجة. وطبعا احنا بعد ما قلنا الكلام ده او الصحيفة او المستندات والحاجات دي كلها، طب انت هتكتب الصحيفة ازاي؟ انت بتكتب الطرفية وتكتب في موضوع الدعوة كل الاحداث اللي حصلت وتاريخ الخروج من منزل الزوجية. احنا عرفنا قبل كده في المادة في كل القضايا اللي قلناها ازاي تكتب الصحيفة الدباجة، الموضوع هو اللي بتغير، اللي هو ايه؟ هتكتب الطالبة اللي هي المدعي، زوج المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ بتاريخ كذا كذا كذا، ودخل بها وعاشرها معاشرة الزوجات، ولو كان انجب منها فراش الزوجية بيقول ما انجبش يبقى هو كده على وضعها هي زوجة، تمام؟ ويقول ان بتاريخ كذا 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 قام بطردها من منزل الزوجية او ضربها وتعد عليها وطردها من منزل الزوجية حسب الاحوال، تمام؟ وان هو وامتنع عن الانفاق على الزوجة برغم يساره وقدرته على الانفاق حيث انه يعمل بكذا. لو موظف اكتب وظيفته، لو مش موظف يعمل اعمال حرة اكتبها، ولو عنده املاك زراعية املاك مباني اي عقارات اي شيء بيدر عليه دخل اكتب كل بيانات مصدر دخوله، مجموع دخله يعمل له بتاع 10,000 في الشهر 20,000 في الشهر من مجموع مصدر دخوله، تكتبه في صحيفة الدعوة وتوضحه. ليه؟ لان الحاجات اللي انت بتكتبها دي هي اللي المحكمة هتقدر بناء عليها قيمة النفقة اللي هتحكم بها للزوجة. يبقى المهم ده مهم جدا في صحيفة الدعوة انك تكتب الكلام ده، تمام؟ يبقى لابد ان تشمل صحيفة الدعوة زي ما انا قلت كده العلاقة بين الطرفين زي ما انا حكيتها كده، زوج المعلن اليه، كمان ايه وضع الطرفين وسبب الخلاف بينهم ودخله، القصة دي كلها تحكيها في صحيفة او في موضوع الدعوة، عشان هتيجي بعد كده في طلباتك الختامية هتطلب فرض نفقة زوجية بانواعها الثلاث، هيبقى ازاي؟ على قدر يسار الزوج من تاريخ الامتناع على الانفاق الثابت بتاريخ كذا 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 مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وطبعا ما فيش كلمة النفاذ زي القضاء المدني. ليه؟ لان محكمة الاسرة مشمولة بالنفاذ بقوة القانون بحكم اول درجة بقوة القانون، فما لا تحتاج الى منطوق الحكم اللي هي تتكتب في منطوق الحكم، لان هي مشمولة بالنفاذ بقوة القانون. كده احنا شرحنا ازاي هنرفع الدعوة، والاول عملنا مكتب التسوية وعملنا الصحيفة وازاي ايه هنرفع الدعوة. وطبعا زي ما معروف ان الدعوة لما بتكتب الصحيفة بتروح للباش كاتب بتاع القلم الشرعي يقدر لك رسوم الدعوة زي ما قلت، بتدفعها في الخزنة وترجع تأيدها جدول، وبعدين تختمها من الباش كاتب وتعلن القصة اللي انا حكيتها دي كلها من شوية. هو ده طريقة رفع الدعوة، تمام؟ طيب ازاي الدعوة هتنظر ازاي في المحكمة؟ من اول جلسة انت بتقدم اصل الصحيفة معلنة، قد تكون الصحيفة غير معلنة لشخص المدعى عليه او معلنة اداري او معلنة مع الغير من تابعيه من قرايبه او اخوه او امه او ابوه كده، يبقى مش معلن بشخصه وجه يوم الجلسة الاولانية ما حضرش. اعمل حسابك وانت رايح كمدعي انك تبقى جاهز من اول جلسة للفصل في الدعوة، ما تخليش عندك حاجة. لو ما جاش المدعى عليه من اول جلسة لانه مش معلن بشخصه، انا باكد بشخصه، هتأجل المحكمة الدعوة اسبوعين او ثلاثة او شهر بكتيره لإعادة اعلانه. طب ما انت عندك حاجة تانية خليك ناصح، انا بدل ما القضية اتأجلت مرتين وثلاثة خلي الدعوة، استغل الاجل في احداث كل الامور اللي ممكن المحكمة تأجل الجلسة عشانها، اللي هي ايه؟ في اثناء اجل اعادة الاعلان المحكمة هتأجل لك الدعوة لإعادة اعلانه تاني لجلسة معينة لإعادة اعلان، وانت واقف قدام القاضي يقول له طب يا ريس بعد اذنك صرح لي بالتحري عن دخل الزوج ومجموع ومجتملات دخله،
وإذا كان في جهة وظيفية تحددها في محضر الجلسة، وإذا كان في شركة خاصة حددها في محضر الجلسة، وإذا كان في أي مكان حدده في محضر الجلسة، عشان اللي هيكتب في محضر الجلسة زي ما أنا قلت في محضر الجلسة في الكبسولة بتاعتنا في محضر الجلسة اللي هتتزع قريب، قلت إيه؟ قلت إن محضر الجلسة ده قانون ودستور المحامي اللي هيشتغل بيه، لأن كل نفس بتتنفسه بيتثبت في محضر الجلسة وبتتعامل في الدعوة كلها لحد ما تنتهي بناء على الثبت في محضر الجلسة. اثبت في محضر الجلسة التحري عن دخل الزوج وعن مشتريات الدخل وكل شيء يخص الزوج، عشان المحكمة تصرح لك بكده في نفس الجلسة اللي انت حاضرها. يوم ما المحكمة تأجل لك الجلسة لإعادة الإعلان تنفذ الطلبين في جلسة واحدة، زي ما بنقول كده في المثل البلدي ضربت عصفورين بحجر واحد، نفذت إعادة الإعلان ونفذت التحري عن دخول الزوج ومجموع دخوله، يبقى نفذتهم في أجل واحد بدل ما قضية تتأجل أكتر من مرة لنفس الأسباب. خليك ذكي في التعامل مع الجلسات اختصارا، لان كل ما تختصر الجلسات ده لمصلحة موكلتك، عشان هي قاعدة من غير انفاق وملاش مصدر دخل، وزي ما هو انت بتكتبه في صحيفة الدعوة. فانت كل ما تضغط وتختصر الجلسات وتنفذ قرار المحكمة في مواعيده او قبل مواعيده، وتبقى جاهز قبل الجلسة بقرار المحكمة منفذ، هتبقى صح وعشرة على عشرة، ويبقى انت بتخلص القضية بدري بدري، مش هتستغرق شهرين ويكون القضية منتهية. عرفت بقى الجلسة بتمشي ازاي كمان؟ وفي جزئية مهمة عايز اقولها، المحكمة المختصة بنظر دعاوى الاسرة هي بهيئة كلية وليس جزئية، هي بهيئة كلية من 3 اعضاء وليس قاضي فرد زي المحاكم الجزئية. تاني اوضح دي واخد خط احمر تحتها، محاكم الأسرة بدائرة كلية من 3 قضاة وليس قاضي فرد. يعني أعدهم في المحكمة الجزئية ده مكان بس، يعني أعد الدائرة في محكمة جزئية ده عشان المكان بس، زي ما كون زي بنقلين المكان زي محكمة الجنايات ومنعقدة في مكان غير مكان، هي المحكمة كلية بس منعقدة في مبنى المحكمة الجزئية للفصل في قضايا الأسرة. وعشان كده أحكامها بتستأنف أمام محاكم الاستئناف العالي وليس أمام المحكمة الابتدائية زي القضايا الجزئية في المدني وفي الجنح والكلام ده. المدني والجنح أحكامهم يستأنف قدام المحكمة الكلية، إنما الأسرة أحكامها تستأنف قدام محكمة الاستئناف العالي. وضحت الحتة دي اختصاص المحكمة؟ يبقى عرفنا إن المحكمة هي موجودة في المقر موطن الزوجة، ولكن اختصاصها كلي وليس جزئي. نخلي بالنا من الجزئية دي مهمة قوي، لأن كان زمان أنا اشتغلت في الجيل القديم ده كانت محكمة الأحوال الشخصية مش محكمة الأسرة، محكمة الأحوال الشخصية كانت أحكامها برضو نفس الحكاية زي المدنية وزي الجزئية، وكان قاضي فرض وبتستأنف على المحكمة الكلية، ده زمان قبل تعديل القانون وإنشاء محكمة الأسرة. أنا بقوله عادي الكلام ده وبأؤكد على الاختصاص والكلام ده حتى لا يحدث لبس في الأمور، ويعني يبقى في الناس الجديدة كده يبقى يحصل عندها لبس. لا، احنا بنوضح كل الأمور عشان نعيد تاني واحط بين قوسين لازم تفهم. لو الدعوة تداولت وانت ما حضرتش والزوجة ما حضرتش، يعني حدش حضر كمدعين، هيصدر قرار بشطب الدعوة. دي عملية ما فيهاش فصال زيها زي القضايا المدنية، بيصدر قرار في بشطب الدعوة، ولك انك تجددها برضو في خلال 60 يوم من تاريخ الشطب. وزي ما بقول وعيد، خليك رايح الجلسة جاهز، اي مستند اي شيء يخص الدعوة اودعوا. ده ليه كمان اللي انا بقوله ده ليه من اول جلسة ليه؟ عشان خاطر هيجي الخصم في هيجي يحضر، لو القضية تأجلت لعدة الاعلان هيبقى دي تاني جلسة، هيجي الخصم يحضر من اول جلسة ويقول لك
ده انا بطلب اجل للاطلاع، المحكمة تمكنه من الاطلاع. هتيجي تقدم مستند وهو بيطلع هيقول لك عايز الاطلاع على المستندات والرد عليها. احرق الوقت ده كله على خصمك وقوم عامل ايه؟ قدم كل شيء من اول جلسه. عايز يطلع هيبقى اجل واحد ما يطلعش هو حر، تبقى انت جاهز. عشان انت المفروض انك احرص واحد على سرعه الفصل في قضيتك انجازا لمصلحه موكلتك اللي قاعده ملهاش اي مصدر دخل. في حاجات عايز اوضحها مهم. ايه هي؟ قد تصدر المحكمه حكم تمهيدي، مش فصل في الدعوه، حكم تمهيدي بالتحقيق في الدعوه. والحكم التمهيدي بالتحقيق ده يبقى لازم اما تيجي تروح تحضر فيه تاخد معاك 2 شهود ويكونوا عارفين القصة بتاع الزوج والزوجة عشان يشهدوا شهادة حق، لانهم هيقسموا على اليمين قدام المحكمة. تاخد 2 شهود عارفين القصة وحافظينها عشان اما يحلفوا اليمين قدام المحكمة يكونوا بيشهدوا شهادة حق، ما يشهدوش شهادة زور. ويبقى عارفين ايه قصة الزوج والزوجة، ايه واختلفوا ليه، هو ضربها ولا ما ضربهاش، لو هما شافوا الواقعة دي حاجة. ويكونوا عارفين الزوج دخله ايه او مجموع دخوله ايه عشان يشهدوا عليه كمان، او يأكدوا المعلومات او يأكدوا التحري اللي انت بتعمله، سواء عملت التحري بمعرفتك عن مصادر دخله او تم اجراء التحري بمعرفة المباحث عن مصادر دخله. في كلتا الحالتين انت لازم تقدم اي شيء يثبت موقف موكلتك حتى لو كانوا بشهادة الشهود، لان اهمية اثبات الدخل وقيمة الدخل خطيرة جدا، لان هي اللي بناء عليها هيتحدد قيمة النفقة المفروضة للزوجة، لانها بتتحدد بنسبة من دخل الزوج تقدر ب 40% من دخل الزوج من مجموع دخوله. يعني ممكن يكون الزوج له دخل من جهة وله دخل من أملاك تانية، اجمع مجموع الدخول واحسب له كده. بعض في الآونة الأخيرة في 2-3 أخرانيين كده، في بعض الدوائر من محاكم الأسرة بقت تختصر المواضيع ويقوم جاي من بعد إعادة الإعلان يقول لك هات لي شاهد يسار. مش تحقيق بقى هتجيب 2 شهود، لا، يقول لك هات لي شاهد يسار، واحد شاهد يسار. شاهد يسار ايه؟ ما هو الشاهد شمال يعني يسار شمال، لا، شاهد يسار يعني شاهد على يسر وقدرة الزوج على الانفاق ومع ذلك يمتنع على الانفاق على الزوج، هو ده شاهد اليسار مش شاهد الشمال. لا، هو كده شاهد يسار يعني يشهد على يسر الزوج وسعته في الدخل التي يستطيع الانفاق منها على الزوجة ومع ذلك يمتنع على الانفاق. وبعد هذا كل هذا بتبني المحكمة عقيدتها عما حدث من مسيرة الدعوة وتبتدي تحجز الدعوة للحكم فيها. وزي ما دايما اقول جهز دعوتك كأن هيتحكم فيها في نفس اليوم. ليه؟ لان بعد ما المحكمة تستخلص كل هذه الوقائع ممكن تقول لك حجز الدعوة للحكم بجلسة اليوم وتصدر الحكم في نفس اليوم، او تحدد اجل لصدور الحكم. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ بتستلم الصورة التنفيذية من الحكم محكمة اول درجة، ما بتستناش الاستئناف، لان الاحكام محكمة الاسرة زي ما قلت بتنفذ بقوة القانون بحكم اول درجة. بتستلم الصورة التنفيذية محكمة اول درجة وبعدين تعمل عليها محضر اعلان وترفقوا بيها وبتقدمه لمحضرين الاسرة في نفس المكان، ومحضر الأسرة يعلنوا الصورة التنفيذية. بعد ما تسلمه بعد الإعلان بتعمل عليه توكيل تنفيذ وتسلمه تاني للمحضرين، بيروحوا للزوج عشان ينفذوا عليه. فالزوج يا إما يدفع ويعملوا محضر تحصيل ويرجعوا الفلوس يسلموها للزوجة، يا إما ما يدفعش ويكون لبط ويقول لهم إيه أنا مش دافع أنا ما معيش، بيحجزوا عليه
على بيته، على اي حاجة منقولات عنده، ان شاء الله موتوسيكل، تروسيكل، توك توك، اي حاجة موجود عنده من المنقولات يجوز الحجز عليها قانونا، بيحجزوا عليه بقيمة المبلغ المنفذ به من مجموع النفقات، ويحددوا له معاد لبيع هذه المنقولات. بيبقى معادين اتنين، معاد لبيع المنقولات في نفس العين المحجوز عليها فيها، وبعد ومعاد تاني في السوق العمومي للدايرة اللي فيها المحكمة في المعاد اللي بعد منه في نفس الاسبوع. طيب راح المحضر ملقاش المنقولات، او لو مقفلين البيت، او لو بيتهربوا منه، او لو مش عايزين يدفعوا، يقوم يعمل ايه؟ بيعمل للزوج محضر تبديد منقولات محجوز عليها، وبياخد المحضر المحضر ويروح اسم الشرطة اللي في دايرته التنفيذ يأيد المحضر برقم جنح، بياخد رقم الجنح. طبعا جنح معروف، جنحة التبديد عقوبتها الحبس، ومن حق الزوجة تدعي فيها مدني بالتعويض المؤقت، ويحق لها التعويض برغم عقوبة الحبس، ولا يحل الزوج من ذلك إلا سداد النفقة. حتى في تعديلات جديدة في القانون، وفرضت قيود شديدة بخصوص النفقات. في جزئية احنا هنبقى نتكلم فيها بعد كده. على فكرة لو الزوج اتعمل له تبديد، انت ممكن تنفذ كل ما يتعمل تبديد، اعمل توكيل اعادة تنفيذ، توكيل اعادة تنفيذ، اقرفه، اعمل توكيل اعادة تنفيذ واحجز عليه تاني وبدد له تاني لحد ما يتراكم عليه احكام حبس عشان يدفع غصب عنه. يا اما تعمل دعوة حبس لمتجمد النفقة، يا اما في طرق كتيرة للتنفيذ هنتكلم عليها في حلقة تانية، لان مش هتسعنا الحلقة ديت. تمام. طبعا كمان في حاجة جزئية مهمة انا عايز اقولها. احنا النهاردة اتكلمنا عن النفقة كبدايات لشرح دعاوى الأسرة، وشرحنا النفقة بكل تفاصيلها وبكل أمورها، وإن شاء الله هيبقى لنا، وطبعا قلنا الديباجة هتبقى إزاي، والقضية هتبقى إزاي، والحكم هيتقال إزاي. تمام. وهيبقى لنا في كبسولة إن شاء الله هنوضح فيها إزاي تنفذ حكم النفقة مع بنك ناصر الاجتماعي. هتاخد الصورة التنفيذية وتنفذ ازاي الحكم مع بنك ناصر، ده هنبقى نقوله في كبسولة قانونية ان شاء الله. تابعونا، الكبسولات اللي احنا بنقولها هامة جدا للمواطن قبل المحامي، وجيدة جدا. وعلى فكرة عندنا كتير جدا 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 من الافكار العملية التي ترد الينا في القضايا والمحك العملي في القضايا. وعلى فكرة معلومة قبل ما اخلص وقبل ما اقفل الحلقة، يحق لك وانت بتكتب صحيفة الدعوة انك تطلب فرض نفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوة، فرض نفقة مؤقتة للزوجة على الزوج لحين الفصل في الدعوة. والمحكمة ممكن من اول جلسة تفرض نفقة مؤقتة للزوجة بتنفذ بيها لحد ما تخلص الحكم الفاصل في موضوع الدعوة، اللي بتستلم الصورة التنفيذية زي ما انا قلت بالإجراءات بتاعتها وتنفذ. وانا اتمنى ان انا اكون قد وفقت في عرض هذا الموجز عن دعوة نفقة الزوجية، وان شاء الله تابعوا الكبسولة بخصوص تنفيذ حكم النفقة عن طريق بنك ناصر، حامل كبسولة بخصوص الموضوع ده. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.